كمان يعني على الصعيد الآخر في ظل يعني متابعتنا اكيد لكل الانديه، خبر لمشاهدي تايم لايف اسندت خلاص اداره نادي بتروجيت المسؤوليه الفنيه للفريق لكابتن علاء عبد العال خلفا لمحمد عوده المدير الفني السابق، ودخل مجلس اداره نادي بتروجيت في مفاوضات جاده مع علاء عبد العال المدير الفني السابق لفريق الداخليه من اجل قياده الفريق البترولي وانتشاله من دوامه العروض المتواضعه اللي تعرض ليها مؤخرا وتسببت في استقاله محمد عوده وجهازه بالكامل. يمكن بتروجيت بيعاني الموسم اللي فات مع كابتن محمد عوده ويمكن يعني نتائج سلبيه بشكل كبير جدا، اتمنى اكيد التوفيق لكابتن علاء عبد العال، واحد برضو من المديرين الفنيين المحترمين بكن لهم كل احترام، بتمنى له كل التوفيق ان شاء الله فيما هو قادم مع نادي بتروجيت ويقدر يرجع كده بنادي بتروجيت لمكانته ان شاء الله في الدوري الممتاز.